اليوم في ندوة صحفية تقريبا كانت القضايا المطروحة هي أساسا تتعلق بوضعية الحريات والمحاكمات الموجودة اللي تعرضوا لها قاعدين صحفيين، واليوم عندنا صحفيين قابلين بالسجن، وضعية الإعلام العمومي واستقلالية الإعلام العمومي والرقابة والسنسرة الموجودة في عديد وسائل الإعلام العمومية، عملية سنسرة ممنهجة ورقابة على المضامين وتستهدف كل المضامين اللي هم يعتبروها تنجم تقلق السلطة أو فيها معناتها تنقل في آراء المجتمع المدني أو آراء المعارضة أو غيره. اليوم ما تثم بعد ما مرحلة إقصاء المخالفين وحرمان المجتمع المدني والمعارضة من أنهم يكونوا موجودين في تلفزة كما تلفزة تونسية، اليوم مروا إلى مرحلة الإقصاء، مرحلة ضرب الرأي المخالف والرقابة والسنسرة. زد على ذلك أنه كل شخص يتشكى أو يحتج على هذه الممارسات يواجه بالعقوبات وبمجالس التأديب وبالتنكيل وغيره. هذا جامعة سياق كامل حضرنا منه في السابق عديد المرات، ومنه سياق المحاكمات، محاكمات الرأي، محاكمات الصحفيين. اليوم عندنا مش محاولات، هناك تجريم حقيقة للرأي. القضايا الكل اللي تعدات اللي أحيلوا فيها صحفيين كلها قضايا رأي، كلها ناس كتبت مقالات أو عبرت على آراء أو عبرت على مواقف أو غيره، كلها أحيلت على المحاكم. فيها مش كون توقف، كما عندنا قضية زميلنا خليفة الجسمي اليوم محكوم بخمس سنوات بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وموقوف على ينفذ هذا الحكم اليوم في السجن المدني بالبرنجية في قضية ظالمة، في حكم جائر اعتبرناه متى أقصى حكم زر ضد صحافي في 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 في, في العقود الماضية منذ الاستقلال. اليوم شذا تحمل إعاقة سمعية، شذا عندها 6-7 أمراض منهم مرض خطير، زيد عليه التول الكريز نتاع الكلاوي نتاعها. قلت لها كيفاش منين طلعت لك هذه حكايه الكلاوي؟ قالت لي راو انا كنت نرقد زوز في الفرش ولينا اربع البنات، قالت لي تقول بالعمد بركايبهم ومرافقهم مغروسين فيها. انا نطالب تحسين وضعك على الاقل تتعامل كانسانه، غادي تخرج للسبيطار وتاخذ كيما نقولوا احنا بلاصه اللي ترتاح فيها على الاقل، مش ما ترقدش من الوجايع نتاع كلاويها. اربع ايام الاكلات لا شربت لا رقدت. هذا بالنسبه للنهار الثلاثه اللي فات اللي مشيت لها انا، حالتها الصحيه بتدهور على الاخر. حاليا وعلى خلفيه نفس القضيه نتاع شذا، حاليا الوالد نتاعي حاليا موقوف، أنا مطلوب. أواقع الإعلام التونسي يزداد سوءا يوما عن يوم عبر تواتر عديد الممارسات في حق الصحفيين. اليوم لدينا صحفيين في السجن، الأول يقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات والثانية فيها بطاقة إيداع في انتظار محاكمتها وهي في السجن على خلفية عملها الصحفي، إضافة إلى ذلك إلى حالة الانقضاض القضائي على الصحفيين وتواتر الملاحقات في حقهم، خاصة على معنى المرسوم 54 سيء الذكر المرتبط بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، حتى أن الصحفيين التونسيين اليوم أصبحوا تحت ضغط هذا المرسوم، وهذا ما يمكن أن يخلق لديهم حالة رقابة ذاتية على المحتويات الإعلامية. اليوم من المهم أولا ننتظر من محكمة التعقيب النظر في مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ بالنسبة للقضية، ونحن كلنا أمل في محكمة التعقيب التي هي محكمة قانون في معالجة هذا الملف. إضافة إلى ذلك توصية موجهة إلى وزارة الصحة ووزارة العدل في علاقة بوضعية الزميلة شذا حاج مبارك داخل سجن المسعدين، الذي من المهم التحري فيه والتدقيق فيه وإيجاد الحلول العاجلة وإيداعها المستشفى من أجل تلقي العلاج الضروري في حالتها الصحية الحرجة حالياً.